احتفل النهارده بالتتويج بالثلاثيه مع واحد من نجوم دفاع النادي الاهلي ونجوم النادي الاهلي، كابتن عمرو حديدي. اهلا بيك يا كابتن عمرو، نورنا في السادسه طبعا. ربنا يخليك، الله يكرمك، وشرف لينا انك تكون موجود معانا واحنا بنحتفل بتتويج بالثلاثيه. الله يكرمك، ربنا يخليك. مبروك للنادي الاهلي ومجلس ادارته ولاعيبته ولكل جماهيره وكل الناس الحلوه اللي بتحب النادي الاهلي. موسم صعب واستثنائي، كنت بقول ان ده يمكن يكون، يعني احنا تم الاهلي يتوج بالثلاثيه مرتين قبل كده، لكن بقول ان دي الثلاثيه الاصعب. موسم طويل جدا وشاق جدا، وتعرضت فيه الاداره لهجمات في كل قرار اتخذته فيما يتعلق ليه علاقه بملف الكوره، وتعرضت فيه اللعيبه والفرقه نفسها لحالات هجوم شرسه واستهداف للعيبه باسمها وضرب الاوضه اللبس، ورغم كده ورغم كل وغياب الجماهير الاهلاويه عن المدرجات، وانا عارف يعني ايه جماهير النادي الاهلي بالنسبه للاعيبه الاهلي وهي في الملعب، ورغم كده قدرت الرجاله الحقيقه الابطال انها تتوج بدوري ابطال افريقيا والدوري العام، وامبارح فرحنا بكاس مصر. هقول لك على حاجه يا استاذ احمد، في حاجه مهمه قوي. النادي الاهلي قليل الكلام كثير الافعال. احنا بتوع بطولات مش بتوع كلام، هو مش كلام وهبد ورغي وكلام وخلاص. اعرف تملي اللي بيتنقد كتير هو الشيء الناجح. ايوه. اما النادي الاهلي يعني مجلس ادارته بقياده اسطوره الكره المصريه والافريقيه والعالميه كابتن محمود الخطيب، عارف هو بيشتغل ازاي. يا جماعه الراجل ده نجم من النجوم، الملفات اللي هو بيختارها عارف هو بيوزعها ازاي. الترابيزه اللي موجوده كل واحد ليه ملف، من مدير فني لاختيار لعيبه لاداء لعيبه لاجتماعات مع اللعيبه، هو عارف هو عايز ايه. هو انا لما هسمع نقد هرد، هخرج بره تركيزي، هشتت ذهن لعيبتي. طب ما ده كله الحمد لله النادي الاهلي طول عمره صحيح. على مدار السنين بيستبعد ده، مفيش مهاترات ولا كلام بيتقال حواليا انا بلفت نظري. بس محاولات الاستدراك كانت عنيفه جدا. هقول لك على حاجه، السنه دي يعني انا بشوف، انا عارف انه الاهلي طول الوقت مستهدف، لكن السنه دي كان شيء فوق طاقه البشر انها تحتمل. انا مش عارف احصل منك اي حاجه، مش محوق فيك اي حاجه، فانا ههمد الحته النفسيه، هضغط في الحته دي عشان افقد، اعمل مشكله مع مجلس اداره ولا مع اللعيبه ولا مع الجماهير. مفيش جماهير، هتدور على مشكله، مفيش ملعب. انا بيتهيالي كمان كابتن عمرو انه غياب الجماهير عن مدرجات يعني جرأ البعض او شجع البعض على التمادي في الاتجاه ده، يعني بيتهيالي لو جماهير الاهلي كانت بتبقى حاضره في مدرجات وبتتفرج على ماتشات ما كانش الكلام ده حصل خالص. ما كانش الكلام ده، مش هتسمع الكلام ده خالص. عارف ان ده السد المنيع او الدرع الواقي لاي مواضيع. قائد صد عنيف بصراحه. بص، وبرده شابوه لمجلس اداره النادي الاهلي وكابتن سيد عبد الحفيظ انك باعد اللعيبه عن كل الموقف ده. لو في اجتماع او في اي محاضره من المحاضرات قلت يا جماعه انتوا ليكوا الملعب اللي بيرد عن كل الاسئله دي، النادي الاهلي رد. صحيح، ورد كان جامد قوي. الرد كان شديد شويه. اول رد ليهم التشكيك في امكانيات اللعيبه. اللعيبه اللي كانوا بيشكوا في امكانياتها ظهروا بالمستوى اللي احنا ما كناش نتخيله. ادي واحد. اثنين، تشكيك في امكانيات المدرب. الراجل في شهر ولا في 25 يوم جاب بطولتين. فاضل له كمان ثلاث بطولات، فاضل له كمان شويه يجيب بطولتين. في الشهرين يعني 60 يوم، يعني بمعدل كل 12 يوم في بياخد بطوله. مش ده تاريخ لي؟ واضافه لدولاب النادي الاهلي من انجازات، احنا بنقول النادي الاهلي في عز ما بيحصل كبوه وبيحصل ما يحصل انكسار، النادي الاهلي هو ملك فرحه المصريين. صحيح، بيعرف يفرح الناس كويس قوي.